أزمات اقتصادية كثيرة طالت البلدان أجمع، لكن كيف تفاعلت تركيا مع هذه الأزمة ونهضت بسياسات وإصلاحات جديدة تدعم اقتصادها رغم اتساع الفجوة والتضخم وغلاء الأسعار في أساسيات الحياة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة من تركيا اليوم، حيث ينضم إلينا ضيفنا عبر اتصال الفيديو الخبير في الشأن الاقتصادي الأستاذ مكين صبح. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير وشكرا للاستضافة. أسعد الله مساءك يا أستاذ مكين. بداية، كيف تقيمون الأوضاع الاقتصادية في تركيا في هذا الوقت الراهن؟ هلا أول شيء بدنا نلفظ الاسم مكين وليس مكين، ما بدنا نتك على الميم لأنه هو اسم من القرآن الكريم. مكين، أستاذ مكين. أهلا وسهلا، تفضل. ثانيا، بالنسبة للأوضاع في تركيا، شهدت الليرة التركية تحسنا مع بدايات عام 2021. هلا بننظر إلى عام 2020، بدأت الليرة التركية عامها عند مستويات 5.90 ليرة، أي كل دولار أمريكي يساوي 6 ليرات تقريبا. ثم استمر الانخفاض، طبعا احنا شهدنا شهر 7 8 9 كانوا أوسع الأشهر انخفاضا في جائحة كورونا، وصل سعر الليرة التركية مقابل الدولار تقريبا تماما إلى 8.57 ليرة، يعني تقريبا كل دولار أمريكي بيساوي 8.5 ليرة. صح. ثم انخفضت وأغلقت الليرة التركية مع نهاية عام 2020 عند مستويات 7.41. هلأ مع بداية هذا العام، نتيجة تداعيات سياسية ونتيجة تداعيات اقتصادية، حزم تحفيزية من البنك المركزي، استعادت الليرة بعد من قوتها وصولاً إلى المناطق التي هي الآن عليها عند مستويات 7 ليرات تقريباً. نعم. يعني بشكل عام أختي العزيزة، ما إحنا ما نقدر نقول ضعف الليرة التركية بشكل كامل، لأنه بنفس التاريخ العام الماضي وصلت مستويات الذهب إلى 2070 دولار أمريكي لكل أونصة عيار 24، يعني بالتزامن مع أي تقلبات سياسية لازم الملاذ الآمن يكون هو نسبة حصة الأسد في الاستثمار. مشان إيه الذهب ارتفع والليرة التركية بنفس الوقت وصلت لأعلى مستويات انخفاضها؟ نعم. يعني الموضوع عالمي بشكل كامل. نعم أستاذ مكين، أنت تحدثت عن سعر الليرة التركية بأنها في تحسن، لكن الأسعار للمواد الأساسية التي يستخدمها المواطن جدا مرتفعة، هل مع تحسن الليرة ستشهد هذه الأسعار تحسن أيضا؟ والله ما عهدنا سابقا أي انخفاض لأي سلعة تم التعامل معها بارتفاع، لأنه نعم. عادة عند رفع أي سلعة من الصعب، لو حال تحسنت العملة من الصعب أن نرى لها انخفاضاً، أما الحكومة ستدعم السلع الأولية والتي تشمل القطاع الزراعي، التي ستحاول دعم السلع الأساسية للإنتاج الزراعي بحيث يزيد الإنتاج فترخص السلع، مع تناقص الطلب الاستهلاكي التي ذكرتيه في بداية هذا التقرير. لكن هل يستطيع المواطنين التعايش مع هذا الغلاء، مع أن الحكومة التركية قامت برفع أجرة العسكري كما تعلمون، لكن ما زالت هناك شكاوي من المواطنين بأن هذه الأسعار لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي؟ هلا بدك الصراحة الله عين المواطن التركي، نسبة الزيادة اللي هو فيها نعم غير متماثلة تماما مع نسبة الزيادة في السلع التي حصل عليها. نسبة ارتفاع الأجور وصلت لراتب تقريبا 2825 ليرة تركي لحد أدنى الأجور، وهي لا تتناسب ابدا مع المستوى الغلاء الموجود. يعني انا كقاطن في تركيا خلال 4 سنين شايف طفره سعريه عاليه خلال 6 شهور الماضيه بنسب عاليه جدا على جميع المستويات. فهذا اقتصاديا. هلا سياسيا المواطن التركي يعاني من توجهات الحكومه او توجهات السياسه الرئاسيه إلى مناطق خارجية خارج الوطن التركي. طبعاً كمواطن ما يهمه هذا البعد الخارجي، ولكن هو في الأخير حصانة لوجوده الداخلي، يعني هو في استياء نتيجة تدخلات سياسية تركية في جميع الشؤون، وبنفس الوقت في غلاء فاحش صار في تركيا حالياً، وهذا غير متوازن تماماً مع الراتب أو حد أدنى الأجور التي طرحته الحكومة مؤخراً.
أستاذ مكين، تركيا تشهد تحسناً اقتصادياً كبيراً منذ مدخل العام 2021، لكن على المستوى الاقتصادي الفردي هناك تدهور بشكل كبير للمستوى الاقتصادي. هل يمكننا القول أو يمكنكم القول كخبراء اقتصاديين أن هذا التحسن في الاقتصاد التركي على حساب المواطن؟ بإيجاز، نعم، هذا التحسن على حساب المواطن التركي. أختي الكريمة، هي سلسلة متشابكة من الأحداث تبدأ في المواطن وتنتهي في المواطن. يعني إذا رحنا قلنا ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة كذا، وصل ل 3000 ليرة تركي، أنا كصاحب منشأة لدي مواطن يشتغلوا، فبدأت ترتفع الأجرة علي أنا كإنسان بدي أدفع الأجور، في نفس الوقت سأضطر أنه أرفع قيمة السلع اللي أنا عم بيعها، فصاحب المحل اللي أنا مستأجر من عنده حيضطر يرفع قيمة الإيجارية ليغطي قيمة ارتفاع السلع. بالآخر أنا حسكر المواطن، حيقعد في البيت تزيد قيمة البطالة. بالآخر بدأت في المواطن وانتهت في المواطن. الحد الأدنى للأجور دائما كل ما يرفع فورا بنفس اللحظة بينشأ محورين سلبي وإيجابي، ودائما اقتصاديا كقاعدة عامة المحور السلبي دائما يبرز خلال من 3 إلى 5 شهور بمستوى سريع عن المحور الإيجابي ليتم ثباته، بعدين يبرز المنحى الإيجابي من هذا الارتفاع أو تثبيت الحد الأدنى للأجور. نعم أستاذ مكين، ما هي التوقعات لاقتصاد تركيا في هذا العام الجديد؟ أنا بشوف أنه تركيا بالتوالي انفراجات سياسية خاصة على مستوى الخليج العربي، على مستوى قطر، على مستوى الإمارات، على مستوى قرباغ، على مستوى روسيا، ونجد تركيا مع الصين فقط بمجموعة 20 اللي تضم ألمانيا أكبر اقتصاد عالمي، فهي كيف استطاعت الحد من هذا التضخم؟ فهلأ الانفراجات حتبدأ بشكل متوالي مع الحزمة التحفيزية التي يمنحها البنك المركزي بسياسته الجديدة، والتي حددت أو حجمت من مستوى التضخم بالموازنة مع تعويض المتضررين وإبراز ووجود قروض ضعيفة أو خفيفة الفوائد للسكن الشبابي للمواطنين الأتراك. مجموعة هاي العوامل حتؤدي إلى تناقص تزايد القيمة الشرائية للليرة التركية، ومن المتوقع أن تبدأ مع بداية شهر 6 لهذا العام مستويات 6.50 ل 6.60، وهي ستتمحور حول 6.80 في أغلب هذا العام إذا ما طرأت هزات سياسية جديدة خارجية. أستاذ مكين، بما أننا تحدثنا عن المشاريع التي تدعم بها الحكومة التركية لبعض فئات المواطنين الأتراك، هل هناك مشاريع جديدة تقوم بها الحكومة التركية في العام الجديد لدعم فئات من المواطنين الأتراك؟ هلأ لننصف الحكومة التركية، هي ليس لديها عام لا يكون فيه مشاريع جديدة. تركيا تتواجد في الجانب الإنساني في كل عام، تتواجد في الجانب الديني كل عام، إذا صار في مظاهرة بلد معين بتلاقي تركيا عم تشارك. تركيا تتواجد في الجانب الفضائي مؤخرا، تركيا تتواجد في الجانب التكنولوجي مؤخرا، في الجانب الصناعات العسكرية، الصناعات الزراعية، في الجانب البشري، تساعد أضرار التي حصلت في زلزال معين. فتركيا مشاريعها التنموية الجديدة تبدأ مع وجودها باستقرار وتثبيتها بوجودها باستقرارها خارجيا لينتهي هاي الإيجابية عليها داخليا، فتبدأ عجلة الاقتصاد. يعني يبدأ ريع عجلة الاقتصاد إلى المواطن الذي يعني صار له 3 سنين تقريبا المواطن التركي عم يعيش تخبط مادي وتخبط سياسي. فالمشاريع الموجودة من حلم الشباب هي الاستقرار. الاستقرار يبدأ من وجود بيت، الاستقرار يبدأ من عدم وجود دفعة لسكن مع تخفيض سعر الفائدة التراكمية عليه. فتركيا نعم أوجدت هذه الحلول لجميع الشباب الأتراك الموجودين، بل وبدأت في إنشاء بيوت خارج تركيا لمساعدة المتضررين أيضا. نعم، الأستاذ مكين صباح كنت معنا في هذا الاتصال الهاتفي، الخبير بالشأن الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر. أهلا وسهلا بك وعمتم مساء.
مشاهدينا، ننتقل الآن إلى مزيد من منوعاتنا في مجلة تركيا اليوم مع الزميل خضر ملكاوي، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.